ها هنا تدرف الدموع، ها هنا ترتاح القلوب، ها هم يفدون إلى هذا المسجد المبارك، مسجد نمرة، وهو الذي يقع إلى الغرب من مشعر عرفات، ويقع جزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو وادي من أودية مكة المكرمة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف فيه، حيث قال: وقفتها هنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. وبطن وادي عرنة ليس من عرفة، لكنه قريب منه. هذا المسجد المبارك أيها الأحبة شهد أكبر توسعة له في التاريخ وفي تاريخ العهد السعودي، حيث بلغت تكلفة إعادة بنائه 237 مليون ريال، وصار طوله من الشرق إلى الغرب 340 مترا، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 240 مترا، وأصبحت مساحته تبلغ أكثر من 110,000 متر مربع. وتوجد خلف المسجد أيها الأحبة مساحة مظللة تقدر مساحتها بحوالي 8,000 متر مربع، ويستوعب المسجد نحو 350,000 مصل. وللمسجد 6 مآذن، ارتفاع كل منها 60 مترا، وله 3 قباب و10 مداخل رئيسية تحتوي على 64 بابا، وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر لهذا اليوم الفضيل، يوم عرفة، بواسطة الأقمار الاصطناعية. هذا هو الصرح العظيم الذي نشاهده أيها الأحبة عبر شاشات تلفزيون المملكة العربية السعودية، وهذا المسجد المبارك الذي يفد إليه الحجاج الآن، وهم ينتظرون إقامة صلاة الظهر والعصر. المسجد علامة فارقة في جبين مشعر عرفات، حيث يمكن الاستدلال عليه من كل أطراف عرفات. وفي يوم الوقوف هذا اليوم يؤدي أكثر من 400,000 مصل صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في هذا المسجد المبارك. يعرف هذا المسجد أيها الأحبة مسجد نمرة العريق بعدة أسماء، حيث تطلق عليه أيضا مسميات أخرى: مسجد إبراهيم الخليل، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة. سمي بهذا الاسم نسبة للمكان الذي يقع فيه، ونمرة هو جبل صغير يقع غرب مسجد عرفة، ومسجد عرفة اليوم يسمى مسجد نمرة
وتقع نمرة على حدود الحرم، ويفصل بينها وبين عرفة سيل يسمى سيل عرنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل نمرة يوم عرفة، حتى إذا حان الزوال انتقل إلى عرفة. إنها لحظات إيمانية عظيمة أيها الأحبة، ونحن نشاهد هؤلاء الحجاج وهم ينعمون بما من الله عليه بهم، بما من الله به عليهم من هذه المشاعر المقدسة. وفي هذا المشعر المبارك، مشعر عرفات الطاهر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في هذا المكان الطاهر أيها الأحبة، وفي هذا المكان أكمل الله الدين وامتن بهذه النعمة الكبرى على المؤمنين. فالإسلام نعمة تحوي نعما أخرى تزيده حسنا وجمالا. فالحمد لله الذي أتمه علينا وشرفنا بأن بعث خاتم النبيين منا. والحج يظهر جماليات الإسلام، فالحمد لله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا ربانيا نستمد تعاليمه من الوحي الملقى إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، من الذكر الحكيم والسنة المطهرة. فلا رهبانية ولا كينونية ولا كهنوتية في الإسلام، وما لأحد فضل على أحد إلا في ميزان التقوى. وكل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد. وما من خطوة في الحج الصحيح إلا وأخذناها عمن قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعل دينه دينا وسطا لا إفراط فيه ولا تفريط، دينا واقعيا تراعي أحكامه ظروف الزمان والمكان وتتسع عند الضرورات، دين لا يطالب الناس بما لا يطيقون ولا يحول بينهم وبين مصالحهم ومنافعهم. وما أكثر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته للمستفتين: افعل ولا حرج. فاللهم لك الحمد على دين الشمول، تشمل أحكامه وتشريعاته الثقلين الجن والإنس، فوق كل أرض وتحت كل سماء، شامل للزمان كله حتى قيام الساعة، شامل للإنسان في كل مراحل حياته وفي كل مكان يسكنه وكل زمان يعيش فيه. تشمل أحكامه الدنيا والآخرة، وهذا هو الحال في الحج. فمن بركاته انتفاع الحاج بما يحصله في طريقه من علم وتجارة، ناهيك عن مغفرة الذنوب ونيل رحمة علام الغيوب. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين
وألحقنا بالصالحين. فهي الحناجر تصدح بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. والنعمة لك الملك.
والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ان فنحن معكم أيها الأحبة في هذا النقل الحي والمباشر وعلى صعيد عرفات، كل قلب ينبض بنداء المحبة والرجاء والخوف، يقول ملء روحه يا رب. وقد اقتفى أثر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه وأتى إلى مشعر عرفة الطاهر، ونداؤه يا رب، ورجاؤه يا رب، وخوفه وحبه وشوقه يا رب. يلهج لسانه قائلا لبيك، ويلهج قلبه وكل خلية منه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دروب قطعت وخطى حثت السير، يحدوها الشوق وتحفها الطمأنينة من كافة أرجاء العالم، قدمت من كل حدب وصوب، وسالت من كل فج عميق، تختلف الأعراق وقد لا تلتقي اللغات، لكن ما في النفوس واحد، وما في الرجاء واحد، وما يجمعهم من الأخوة والمحبة واحد. رداء أبيض يصنع مشهدا للتلاحم والوحدة والأخوة، يوحد صورة المسلمين في مشعر عرفة،
فتذوب فوارق الحياة ومادياتها، ويصعد المعنى الروحاني بسموه وعذوبته ونقائه. فكلنا من آدم، وآدم من تراب، وكلنا أبناء هذه الأرض، منها جئنا وإليها نعود. إنه مشعر عرب، حيث جاء حجاج بيت الله الحرام بطمأنينة وأمان. جاءوا وكل يحمل رجاءه الهامس ودعاءه الباكي وحشرجته الدامعة، لكن دعاءهم كله يسير برغبة ملحة نحو مغفرة من الله ورضوان وعتق من النيران. إن الصورة أيها الأحب تتنقل هنا وهناك، تنقل ما في النفوس من خشوع وخضوع، فالدموع التي سفحت والأصوات التي بحت ما هي إلا تعابير تتخطى حدود اللغات، وتعجز المعاجم عن منحها أوصافا، فهي أكثر بلاغا من الكلمة. فقد قيلت بلغة العاطفة، وصيغت بنور الرجاء. فيا رب، يا رب، والنفوس تشتاق إلى عفو ربها، يا رب، وكل قلب يكتب رجاءه بنبضه، وتهطل الرحمات في يوم عرفة، يا رب، وإنا لما أنزلت من خير فقير، يا رب، بابك نطرق، يا رب، بابك نطرق، وعفوك نرجو، ورحمتك نقصد، فلا ترد أيديا امتدت، وقلوبا هفت، ونفوسا تاقت. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلله در العارف الندب إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما. يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما، ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره أخى الشهد والنجوى إذا الليل أظلما. يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما؟
عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة
لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك ممتاز مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم الخبير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله، يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفه الله بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حجاج بيت الله، ويا أيها المسلمون في كل مكان، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى تنالوا الفوز والنجاة والسعادة دنيا وآخرة.
قال الله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وكيف لا نتقي الله ولا نفرده بالعبادة وهو النافع الضار؟ قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال رابطا بين التقوى والتعلم: واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن من تقوى الله أن نكون مستجيبين لما دعا إليه من التوحيد، من التوحيد بإفراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره جل وعلا كائنا من كان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه هي دعوة جميع الأنبياء، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: اعبدوا الله، اعبدوا الله واتقوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولقد أنزل الله الكتب وبعث الله الأنبياء والرسل معلمين لأممهم داعين إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فكان كل نبي من الأنبياء يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون. فكان من المتقرر أن هذا التوحيد بإفراد الله بالعبادة هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم مشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فكانت شهادة التوحيد لله مع شهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي سبب تحصيل رضا الله وسبب النجاة يوم المعاد. ومن مدلول شهادة الرسالة تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في أخباره وطاعته في أوامره وعبادة الله بما جاء به، كما قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكانت الشهادتان أول أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكان الركن الثاني إقامة الصلاة. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي الركن الثالث، وتكون بإعطاء الغني جزءا من ماله لمصارف الزكاة، مما يظهر شيئا من محاسن الدين في التكافل الاجتماعي والمساهمة في المنافع العامة. ومن الأركان صيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد تفضل الله عليكم أيها الحجاج بتيسير السبل لأداء هذه الفريضة، فكونوا فيها متبعين لهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين، مراتب الدين الأخرى: فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأركان الإيمان: أن تؤمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيا حجاج بيت الله ويا أيها المسلمون في كل مكان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد. كما أوصيكم ونفسي بالمسارعة في فعل الخير، يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول سبحانه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعلموا عباد الله أن من المسارعة في الخير الحرص على امتثال قيم الإسلام التي صاغت سلوك المسلم فهذبته خير تهذيب، وكان بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ما وصفه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو عليه الصلاة والسلام القائل: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق في الوصف العام قيمة مشتركة بين الناس كافة، يقدرها المسلم وغير المسلم، إذ هي سلوك رشيد في القول والعمل. يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. ويقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي مواجهة الجهل والسفه يقول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كما قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والمعنى: احذر أن يأخذوك إلى سجال المهاترة وتبعاتها. والمسلم براسخ قيمه لا يلتفت لجاهل ولا لمغرض ولا لعائق، مستصحبا قول الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. كما يعلم المسلم أن منازلة أولئك تسهم في إعلاء ذكرهم ونجاح مشروعهم، وهو ما يسعدون به، بل إن الكثير منهم يعول عليه، غير أن مخاطر التدليس يتم كشفها مثلما يتم التصدي للإساءة البينة، وكل ذلك يساق بحكمة الإسلام. حجاج بيت الله أيها المسلمون، إن من قيم الإسلام البعد عن كل ما يؤدي إلى التنافر والبغضة والفرقة، وأن يسود تعاملاتنا التواد والتراحم. وهذه القيمة محسوبة في طليعة الاعتصام بحبل الله، حيث يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والوحدة والأخوة والتعاون تمثل السياج الآمن في حفظ كيان الأمة وتماسكها، وفي حسن التعامل مع الآخرين أيا كانوا، وهو ما يشهد على أن الإسلام روح جامعة يشمل بخيره الإنسانية جمعاء. ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم هو القائل: خير الناس أنفعهم للناس. لذا سمى التشريع الإسلامي بإنسانيته التي لا تزدوج معاييرها، بإنسانيته التي لا تزدوج معاييرها ولا تتبدل مبادئها، فأحب الخير للجميع وألف قلوبهم. ومن تلك القيم انتشر نور الإسلام فبلغ العالمين في أرجاء المعمورة، حيث تتابع على تبليغ هذا الخير رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأثمر هذا الهدي الرشيد أتباعا مهديين سلكوا جادة الإسلام. كما كان لأهل العلم الراسخين أثر مبارك في الاطلاع بمسؤولية البيان، ومن ذلك تصدي للمفاهيم الخاطئة والمغلوطة عن الإسلام. حجاج بيت الله الحرام، إن من مواطن إجابة الدعاء موقفكم هذا، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يدعو الله ويذكره بعد أن خطب خطبة عرفة، وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بركعتين وأذان وإقامتين، واستمر في وقوفه إلى غروب الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة يسير بهدوء وطمأنينة ويوصي أصحابه بالسكينة والوقار، وصلى في مزدلفة المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وبات هناك وصلى الفجر بها، وجلس للذكر حتى أسفر جدا، ثم ذهب إلى منى فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم ذبح هدية صلى الله عليه وسلم، وحلق
فتحلل التحلل الأول، ثم ذهب لمكة فطاف وعاد لمنى، فبات بها ليالي أيام التشريق. وكان في منى يكثر صلى الله عليه وسلم من ذكر الله، ويرمي يومياً الجمرات، فرمى الصغرى بسبع ثم الوسطى بسبع، ويدعو الله بعدهما، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع، ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى، وبقي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الثالث عشر، وأجاز التعجل في اليوم الثاني عشر، وبعد فراغه من الأنساك طاف للوداع قبل سفره. فيا أيها المسلمون، اغتنموا فرصة هذا الموسم العظيم، يوم عرفة الذي نزل فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. فأكثروا من الدعاء، فإن الله قد وعدكم بإجابة دعواتكم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم تقبل من الحجيج مناسكهم، واستجب دعواتهم، ويسر أمورهم، واغفر ذنوبهم، وأعدهم لبلدانهم سالمين غانمين. قد ارتفعت درجاتهم وعلت منازلهم، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وألف ذات بينهم، وانشر العلم والخير فيهم، وأصلح ذراريهم، وبارك لهم في أرزاقهم، وأدخلهم الجنة. اللهم وفق وسدد وأعن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، واجزهم وحكومتهم خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعا، وكن معهم مؤيدا ونصيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد رسول الله، حي على الصلاة، حي
أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا أقيموا الصف اعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. من السماوات ومن الأرض. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة
وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا شريك لك لبيك.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا